عبر الهاتف مباشرة من الحدود السورية التركية ينضم لنا السيد عاصم زيدان مسؤول حملة توثيق انتهاكات جبهة نصرة. أستاذ عاصم مساء الخير، أهلا بك معنا. المدنيون يرفضون النصرة، يرفضون تواجدها في مناطقهم لاحتجاجات كما ذكرنا مستمرة. عن هذا بالتحديد، ما توثيقاتكم عن الرفض المدني، عن الرفض الشعبي للنصرة؟ مساء النور خديجة. الشعب في المرحلة الأخيرة لم يعد قادر على استيعاب جبهة النصرة ولا بأي شكل من الأشكال لكثرة ممارساتها وانتهاكاتها بحق الشعب السوري. بالآونة الأخيرة أغلب النقاط في المنطقة المحررة بريف حماة وإدلب وريف حلب الغربي قامت مظاهرات مناهضة لجبهة النصرة وضد هيئة تحرير الشام بشكل عام. البارحة حاولت جبهة النصرة الدخول لمدينة الأتارب، وقفت بوجه المدنيين بكامل أطياف المدينة، وقفت بوجهها المدنيين في درت عزي وقفوا بوجهها، ولكن أغلب المظاهرات التي خرجت بوجه هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة قابلتها جبهة النصرة إما بإطلاق النار أو إما باعتقال الأشخاص بعد عدة أيام من هدوء المنطقة. اليوم مدينة بلدة حزانو بريف إدلب تتضامن مع الأتارب وتخرج بمظاهرة مناهضة لجبهة النصرة وترفض دخولها بشكل قطعي إلى البلدة. أغلب المدن اليوم هي رافضة لدخول جبهة النصرة إليها. نعم. مدينة سراقب بالأسبوع الفائت يوميا مظاهرات ترفض وجود هيئة تحرير الشام في المدينة بعد مقتل الناشط الإعلامي مصعب العزو واعتقال عدة شخصيات بحجة الاقتحام على مقرات أحرار الشام داخل المدينة. نعم. طيب سيد عاصم، فكر النصرة ممارساتها بحق المدنيين كيف أثرت عليهم؟ كيف جعلتهم يخرجون عن صمتهم؟ كيف معنوه من فكر من ممارسات بحقهم ما هو الذي دفعهم إلى الاحتجاج وطرد النصرة وطلباتهم بخروجها من مناطقهم؟ نعم، في البداية كان النظام السوري يداهم ويعتقل ووقف بوجه الشعب السوري بأكمله. أتت داعش ووقف الشعب بوجهها نظرا لممارساتها. اليوم ومنذ سنتين وليس اليوم جبهة النصرة تفرض ممارساتها على الشعب السوري من اعتقالات ومن قتل ومن فرض جزية وضرائب. الشعب لم يعد يلقى هذه الممارسات، والفئة الكبيرة من الشعب كسرت حاجز الخوف في وجه جميع المستبدين، في وجه جميع الظالمين. اليوم جبهة النصرة تعتقل الناشطين المدنيين والناشطين الإعلاميين في إدلب، تعتقل الشخصيات المناهضة لها، تحاول تكميم الأفواه بشكل كامل، وهذا لم ولن يتقبله الشعب السوري بعد 7 سنين من الثورة السورية. شكرا لك على هذه المداخلة معنا عاصم زيدان مسؤول حملة توثيق انتهاكات جبهة النصرة، كنت معنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية.